سنتناول في هذا الدرس بإذن الله مناسبة هذه الآية لما قبلها وألفاظ ومفردات الآية وتفسيرها، وأيضا معناها الإجمالي وما فيها من قراءات وهدايات وأحكام ومواعظ لا يستغني عنها المسلم. أولا مناسبة الآية لما قبلها. الآيات دائما تأتي متناسقة، يكون ما بعدها مناسبا لما قبلها. ترى هذا علم، علم اسمه تناسب الآيات والسور، علم من علوم القرآن من أجلها، يجعل قارئ القرآن وطالب علم التفسير يكون عنده تصور تام للمعنى الإجمالي للآيات وتفسيرها، بل قد ألف فيه العلماء رحمهم الله، ومنهم البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومنهم السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله صاحب الدر المنثور وصاحب الإتقان في علوم القرآن، ألف كتابا عنوانه تناسق الدرر في تناسب السور، فيرجع إليها طلاب العلم ليعنوا بهذا الموضوع من موضوعات علوم القرآن.